النهارده ذكرى رحيل دون جوان السينما، الفنان اللي قدم عدد كبير من الافلام بخلاف عشرات من المسلسلات اللي ارتبطت في اذهاننا كجمهور بنحبه، وفي الحقيقه شايفينه مبدع كبير لان كمال الشناوي اللي قدم لينا اعمال كثيره جدا مميزه وادوار تنوعت بين الخير والشر والدراما والكوميديا، واللي شارك في ثنائيات ناجحه مع نجم كبير قوي زي اسماعيل ياسين، مع نجمه كبيره جدا زي فاتن حمامه، كمان مع اسطوره زي شاديه. في ذكرى رحيله كمال الشناوي الشناوي خلونا نفتكره بالتقرير اللي جاي. النهارده طموحنا عظيم واملنا كبير. النهارده بنعمل ادوار صغيره، بكره هنعمل ادوار بطوله. الفنان الموهوب لازم هيجي يوم يثبت وجوده. بكره المجد هيخضع لي في يوم من الايام. نفسي في فرصه واحده. الفرصه اللي كنت مستناها جات لك لغايه عندك. اليوم هو ذكرى رحيل نجم بدرجه فنان تشكيلي، منح الفن حياته فكان رصيده اكثر من 272 فيلما بخلاف عشرات المسلسلات الخالده في تاريخ الفن. هو المبدع كمال الشناوي. كلها فيلم ولا اثنين والناس تشاور عليا وتقول اشرف حمدي اهو. لحد ما يجي اليوم. ولد كمال الشناوي في 26 من ديسمبر عام 1918، وعاش بداية حياته في السيدة زينب. تخرج في كلية التربية الفنية جامعة حلوان، دخل الفن من بوابة الطرب حيث التحق بمعهد الموسيقى العربية قسم أصوات، ثم عمل مدرساً للرسم، ولكن كان يحلم بالتمثيل. برافو هاي انت ورق طموح وذكي. أكبر تهنئة أنا كسبتها. الخيال دلوقتي خلاص بقى حقيقة. تظهر ما تعرفنيش كويس. عباس ابو الدهب. اظن غباوه منك تيجي تجرب لعيبك مع واحد فاهمك وحافظه كويس. بدا التمثيل في عام 1947 من خلال دوره في فيلم غني حرب، بعدما رشحه لدور البطوله المخرج الراحل نيازي مصطفى، وشارك معه نخبه من النجوم منهم ليلى فوزي. قدم كمال الشناوي العديد من الادوار على مدار حياته، والتي تنوعت من الخير للشر والدراما والكوميديا في اكثر من 272 فيلما. شارك في العديد من الثنائيات الناجحه التي تركت الكثير من الاعمال التي لا تنسى، فقدم ثنائيا مع اسماعيل ياسين ومع فاتن حمامه ومع شاديه. في عام 1956 خاض تجربة كتابة السيناريو والحوار مع اثنين من رواد وكبار السينمائيين السيد بدير وحسن الإمام في فيلم وداع في الفجر من بطولة شادية ويحيى شاهين وسراج منير وعبد المنعم إبراهيم، ليكتب بعد ذلك كمال الشناوي بمشاركة المخرج حسن رضا سيناريو فيلم سامحني عام 1960. امتدت الأفلام السينمائية التي قام بتأليفها أو كتابة السيناريو والحوار لها الفنان كمال الشناوي إلى ستة أفلام، كان آخرها فيلم نساء الليل عام 1973.